مشاهدينا، ننتقل بحضراتكم الآن إلى محافظة بني سويف، حيث يعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مؤتمرا صحفيا عقب جولة تفقدية. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي طبعا أن أنا أرحب بحضراتكم معنا النهاردة في الجولة في محافظة بني سويف. الحقيقة النهاردة أنا بشرف بوجود زملائي معي، معالي وزير الاتصالات، معالي وزير التنمية المحلية، معالي وزير الصناعة، طبعا معالي المحافظ بني سويف ورئيس هيئة الاستثمار، ان احنا بنزور النهاردة 4 مصانع في منطقتين صناعيتين كبار جدا، منطقة كومر ابو راضي ومنطقة بياض العرب. وطبعا هننتقل بعد هذا المؤتمر للقرية التكنولوجية علشان معالي وزير الاتصالات نقابل هناك الحقيقة العديد من الشركات التعهيد وصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الحقيقة يمكن الجولات اللي احنا بنقوم بيها النهاردة كلها بتأتي في إطار رؤية الدولة ورؤية مصر 2030 اللي اتكلمنا فيها على ان عندنا 4 قطاعات رئيسية هم اللي هيقودوا الاقتصاد المصري: قطاع الصناعة، قطاع الزراعة، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع السياحة. ولو حضراتكم بتتابعوا معانا يعني سواء طبعا الافتتاحات اللي بنشرف فيها بوجود فخامة الرئيس معانا، وكانت مؤخرا الدلتا الجديدة والمشروع الضخم والعملاق اللي احنا مصر كلها النهاردة بتتكاتف وراه في موضوع الاستصلاح الزراعي وإضافة أكتر من 4 مليون فدان جدد للأراضي الزراعية، ده بيأتي بالتحديد في تطوير ازاي قطاع الزراعة، والدولة ازاي المصرية النهاردة بتصرف وبتنفق وتستثمر مئات المليارات من الجنيهات عشان نضيف الأراضي الزراعية، لأن الأراضي الزراعية زي ما فخامة الرئيس اتكلم يوم الافتتاح المشروع الخاص بدلتا الدلتا الجديدة، اتكلم ده أمن قومي، وإن لا من لا يملك قوت يومه لا يملك قراره، وإن احنا ازاي بنستهدف من خلال إضافة هذه الأراضي إن احنا نزود الرقعة الزراعية، نضيف محاصيل بنستوردها النهاردة عشان نغطي زيادة سكانية كبيرة، وكمان نصنع تصنيع زراعي عشان سواء نغطي السوق المحلي او ان احنا نصدر. موضوع الصناعة وزي ما حضراتكم بتتابعوا معايا يعني مفيش اسبوع تقريبا غيره بنحاول ان احنا نزور مصانع للقطاع الخاص، والحقيقة كل يوم بيبقى بنستهدف صناعات بعينها وقطاعات بعينها. والحقيقة كل شغل الحكومة الشاغل النهاردة ازاي هذا القطاع، قطاع الصناعة، ينمو بطريقة مطردة في خلال الفترة الجاية. ازاي فعلا تحصل طفرات هائلة في قطاع الصناعة عشان نغطي السوق المحلي وعشان نزود قيمة صادراتنا في خلال الفترة القادمة ان شاء الله. وحضراتكم بخلاف الزيارات الميدانية مفيش اسبوع بيعدي غير لما بكون عامل اجتماعات مع الغرف ومع مجالس التصدير علشان نناقش المستهدفات وازاي ان احنا نصل الى 2030 فعلا الى قيمة صادرات ان شاء الله اجمالية للدولة المصرية تتجاوز 145 مليار دولار. النهاردة يمكن بنتكلم أيضا في منظومة رد أعباء الصادرات والحوافز لها هتتعمل وإنها هنطورها لقطاع الصناعة. ويمكن كنا بنتكلم في الصباح الباكر لما كنا بنزور مصانع طبعا مجمعات مصانع العربي وسامسونج، إن النهاردة اللي احنا بنستهدفه إن شاء الله ل4 و5 سنين الجايين ان النهاردة المكون المحلي والقيمة المضافة لازم تزيد بصورة كبيرة جدا. الصناعة النهاردة ودي اللي احنا بنتوافق عليها مع مجالس التصدير ومع الغرف الصناعية، اذا كان النهاردة واحنا واقفين النهاردة بعض الصناعات مثلا بتقول انا المكون المحلي بتاعي 40% وباخد قدامه دعم الصادرات ورد اعباء الصادرات، ما ينفعش ان احنا نفضل لمدة 5 سنين قدام هي نفس النسبة 40% وياخد دعم الصادرات برضه. لا، لازم يبقى في خطة بنضعها بالتوافق ان المكون المحلي كل سنة بيتضاعف وقصاده دعم الصادرات ورد اعباء الصادرات تبقى موجودة او تزيد كمان. طب الراجل اللي هيفضل ثابت على 40% هو النهاردة ويقول لي بعد 5 سنين هفضل 40% زي ما انا، لا، يبقى دعم الصادرات بتاعه يقل بصورة كبيرة جدا بعد 5 سنين. هدفي ايه من البرنامج ده؟ ان احنا نحفز الصناعة انها تزود وتعمق الصناعة وتكبر شغلها وتعتمد على المنتج المحلي وعلى الصناعة المحلية. هو ده اللي احنا بنستهدفه النهاردة في قطاع الصناعة
مش فقط ان انا اصنع وافتح مصانع جديدة، ولكن كمان ازاي اعمق التصنيع المحلي وازود القيمة المضافة لكل الصناعات بتاعتنا. قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو من اكبر القطاعات اللي بتنمو سنويا، واحنا الحقيقة ببقى يعني دايما مع معالي وزير الاتصالات بنناقش ازاي هنزود صادرات هذا القطاع ونزود فرص العمل. وفخامة الرئيس ايضا اتكلم على هذا القطاع تحديدا وهو بيفتتح مركز البيانات في العين السخنة، واتكلمنا قد ايه ان هذا القطاع قطاع واعد جدا في مصر، وان احنا النهاردة لازم كثقافة شباب واسر ان احنا نشجع شبابنا ان هم يدخلوا هذا القطاع. النهاردة هنزور المركز التكنولوجي والقرية التكنولوجية، احنا النهاردة بنطور حتى في منظومة التعليم العالي الجامعات التكنولوجية، بنشجع انشاء هذه النوعية من الجامعات عشان تخدم وراء هذا الغرض. يمكن احنا بعد نهاية الجولة هنرجع على المتحف المصري الكبير عشان المؤتمر الكبير اللي معقود هناك لشركات ريادة الأعمال على مستوى المنطقة كلها، واللي كلها بتصب أيضا في إطار هذا التوجه، تشجيع صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. قطاع السياحة، احنا كنت لسه قاعد مع كبار رجال السياحة في مصر، بضع معاهم المستهدفات اللي احنا عايزينها على مدار مش فقط 5 سنين، على مدار 10 سنين لهذه الصناعة، لان مصر تستاهل ان يكون عندها 50 و60 مليون سايح في السنة. اللي انا طلبته منهم ادوني خطة واضحة عشان نحقق هذا المستهدف اللي مطلوب مني كدولة، وهو ده اللي انا يبقى دوري مع القطاع الخاص ان احنا نشجعه ونشتغل معاهم على تحقيق هذا الهدف ان شاء الله. الشيء اللي يفرح النهارده وارجو من حضراتكم، يعني هسترجع معاكم الاربع مصانع. احنا بدانا بمجموعه العربي وشفنا المصانع اللي هي يعني حضراتكم زرناها، والمصانع دي احنا كل هذه المصانع تقريبا زرناها قبل كده، فخامه الرئيس شرفنا بافتتاح عدد منها، ولكن الاهم النهارده اللي شايفينه التوسع الكبير ودخول منتجات جديدة في هذه المصانع. يعني شرفنا يعني بتواجد فخامة الرئيس في مصنع سامسونج منذ سنوات، من يمكن من 2018-2019 على مصنع الشاشات. النهاردة تفقدنا خطوط إنتاج الموبايل والتابلت، والنهاردة بنتكلم مع الشركة النهاردة إن هم بينتجوا النهاردة 2 مليون جهاز موبايل في السنة. التوسعات بتاعتهم اللي هتتفتح على منتصف العام القادم هتخلي انتاجهم يصل الى 5 إلى 6 مليون جهاز موبايل في السنة، بماركات او براندات وانواع اكثر تقدما واكثر حداثة، ودي يمكن شفناها في المعرض اللي هم حاطينه التابلت. والنهاردة بديين ان التابلت اللي بيعملوه اللي هو بيسلم للطلبة بتوعنا في المدارس الثانوية، والنهاردة بنتكلم معاهم ان لازم تستهدفوا السوق كله مش فقط على عقد وزارة التربية والتعليم، وان لازم يبقى كمان معاكم فكرة التصدير. نفس الكلام للشاشات، وشفنا قد ايه نقله النوعيه الكبيره. مصنع العربي الحقيقه ولا يعني بمنتهى الفخر، هذه القلعه الصناعيه اللي موجوده في مصر من بدايات الثمانينات، النهارده كنا بنشوف ان هم وصلوا الى انتاج 142 مليون جهاز مختلف على مدار السنين اللي فاتت. 142 مليون قطعه جهاز مختلف بأنواع المختلفة، غسالات ومراوح وثلاجات وشاشات وخلافه. الأهم اللي كنت بناقشه مع المجموعة التطوير القادم، وإزاي إن إحنا ندخل النهاردة في تصنيع، وده بدأوه فعلا المواتير بتاعة الغسالات. لكن الأهم دلوقتي اللي إحنا كنا بنتكلم معهم فيه، وده تبقى برضو لتوجيهات سيادة الرئيس، ندخل في حاجات أكثر تعقيدا، الكمبريسورز. الكمبريسور اللي هو روح التلاجة وروح التكييف، فبالتالي ان هم خلاص المصنع بقى موجود وبينتجوه، وهيبدا ينتج ويبدا ان هو كمان يصدروا هذا المنتج للمصانع اللي شغاله في مصر وبره مصر ايضا، عشان مصر الهدف ان مصر هتبقى مركز اقليمي لتصنيع الاجهزه المنزليه بمختلف اشكالها على مستوى المنطقه كلها في خلال الفتره الجايه. عشان كده بنستقطب البراندات الكبيره جدا، يعني غير مجموعه العربي وسامسونج وال جي، حضراتكم تابعتوا معانا هاير، وتابعته معانا بوش، وتابعته بيكو، وتابعته مايديا. احنا عمالين نكتسب كل الشركات العالمية عشان تفتح في مصر، عشان مصر تبقى مركز للمنطقة كلها في هذا الشأن. الكلام ده بيترجم لإيه؟ مئات الملايين من الدولارات تصدير، عشرات الآلاف من فرص العمل لشبابنا، وبنبقى عندنا النهى ونمتلك القدرة العلمية إن هذه الصناعة تبقى موجودة في مصر.
ودي الحمد لله اللي احنا شغالين عليه بمنتهى القوة، وان شاء الله الارقام واضحة ومبشرة، واحنا شغالين مع كل هذه البراندات العالمية ان احنا ازاي نساعدهم عشان يتوسعوا. المصنعين اللي احنا زرناهم هنا في بياض العرب، المصنع الاولاني مصنع كرمان وده مصنع للأدوية، وشفنا قد ايه التوسع اللي هم شغالين عليه وبينتجوا النهاردة. الاهم مش فقط ان احنا بنتكلم على الكبسولات، ابتدوا يتكلموا على الأطرات العين، البخاخات اللي هي كانت مشكلة كبيرة جدا عندنا في مصر، ابتدى التصنيع اللي السنة الجاية هيبدأوا الأمبولات والفايلز بتاعة الحقن يعني، والنهاردة بيتكلم على حجم شغل كبير جدا. الحقيقة يمكن يعني صاحب المصنع ورينا صورة وقت الأزمة الاقتصادية ان كانت المشكلة الكبيرة اللي عنده المخازن كانت فاضية تماما نتيجة للمواد الخام، ما كانش عارف يجيب المواد الخام لانها كلها بالدولار، وبالتالي ما كانش قادر ان هو يشتغل. الحمد لله ما شاء الله دخلنا المخزن النهاردة حجم المواد الخام اللي موجودة، وبيقول ان احنا النهاردة منطلقين بمنتهى القوة لتوسع في خطوط انتاج جديدة، وابتدينا بنصدر لدول اوروبا ودول كتيرة جدا في هذا الشأن. بنختتم الجولة في هذا المصنع الجميل، مصنع هذا المصنع اللي بينتج الحقيقة اللي هو مصنع إميسا اللي بينتج البنطلونات الجينز. وحضراتكم يمكن المصنع ده برضو كان هناك يعني زيارة سابقة من 5 سنوات لي كبداية انتاج. النهاردة المصنع زي ما حضراتكم شايفين بينتج 1,000,000 قطعة في السنة من بنطلونات الجينز لأعلى البراندات العالمية، وبيصدر لأوروبا. الخطة اللي مفرحة ان في خلال 4 سنين هيستهدف ان يصل الى 10,000,000 قطعة في السنة. النهاردة هو بيصدر ب16 مليون دولار او يورو، هيبقى في خلال ال4 سنين بيصدر ب170 مليون. بيتكلم النهاردة عنده 1,500 عامل، في 4-5 سنين هيبقوا 15,000. هو ده تشجيع الصناعة، وازاي الصناعة تقدر تتوسع، وازاي الصناعة تقدر تنطلق في خلال الفترة الجاية. وبقعد اسمع منهم طب مشاكلكم ايه، تحدياتكم ايه، وبناخد القرار واحنا وموجودين في المصنع ازاي ان احنا نذلل العقبات ليهم. هو ده الحقيقة الهدف بتاعة الحكومة الفترة الجاية، الصناعة 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 مع بقية القطاعات الرئيسية اللي احنا كلنا بنتابعها. ولكن فعلا احنا شايفين ان عندنا فرصة كبيرة جدا ان هذا القطاع ينطلق بصورة كبيرة جدا، وان شاء الله ان شاء الله مصر سترى كل الخير باذن الله في خلال السنين الجايه، علشان نقدر فعلا نحقق مستهدفاتنا من زياده التصدير، كسر موضوع الدولار اللي دايما احنا كلنا كنا بنتكلم عليه، خلق فرص عمل، تعميق تصنيع محلي ان شاء الله. انا بشكر حضراتكم وان شاء الله نكمل الجوله للفتره الجايه. شكرا. تابعنا معكم مشاهدينا الكرام مؤتمرا صحفيا لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عقب جولة تفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والتكنولوجية ببني سويف. وأكد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي وجود خطة لمضاعفة المكون المحلي في الصناعات المصرية. كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك 4 قطاعات يتم التركيز عليها، وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، مشيرا إلى أن مصر تستهدف نحو 60 مليون سائحا سنويا.